أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يسهم بدوره في توازن الأسعار. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، لافتا إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم.